السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة الطشتوشي. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة هنعملها مع بعض. قبل أي شيء نسمي الله نصلي على سيدنا محمد، نبدأ نعمل اشتراك في القناة. الناس اللي لسه بيشوفونا لأول مرة تأكد تماما إن لما هتعمل اشتراك في القناة وتسيب تعليق إن شاء الله بأسرع وقت هيترد لك في قناتك باشتراك عشان الكل يكبر مع بعض. هنقدم النهاردة شوربة الدجاج بالكريمة ومعاها الذرة الحلوة ومعاها الشعرية، حاجة أفضل من الأكياس مليار مرة. عندنا 3 معالق ذرة حلوة، بصلاية ناعمة مبشورة، بشرة جزراية، عندنا 3 فصوص ثوم متقطعين ومفرومين، عندنا كيلو لبن، عندنا صور كريم أو كريم الطبخ، عندنا 1 لتر شوربة دجاج، عندنا 1/2 كيلو صدور دجاج متقطعة شرايح صغيرة، عندنا 2 معالق شعرية، التوابل عندنا ملح، فلفل، جوز الطيب، ومكعبين مرق الدجاج. ان شاء الله هنبدأ الخطوات دلوقتي وتشوفوا الوضع هيبقى عامل ازاي وهنبدأ اول خطواتنا ازاي. تابعونا. اول حاجة ببدأ اعملها بنزل بقطعة زبدة كبيرة وبعدين انزل معاها بالبصلة الناعمة. هبدأ أنزل عليها بالثوم بعد كده هنزل بشرايح صدور الدجاج واستمر بالتقليب. ببدأ أوسع الدجاج كده، باخده على جنب وأبدأ أحمر الشعرية في بقية السمنة أو الزبدة اللي نزلت عندي من الدجاج. الشعرية دي بتدي مذاق خطير لشوربة الكريمة الدجاج وبتدي لها كمان قوام كويس. مش عايزين طبعا نغمقها قوي علشان ما تغمقش شكل شوربة الدجاج. هبدأ اقلبها كلها على بعضيها وهبدأ انزل بالذرة والجزر معاها. الأكلة دي very healthy وغنية جدا. هبدأ أضيف الشوربة دلوقتي على المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها. هستمر بالتقليب. هبدأ أضيف مكعبات مرقة الدجاج، أضيف الملح، باقي البهارات والتوابل، هبدأ أضيف 2 كوباية اللبن. هبدأ أضيف دلوقتي كريمة الطبخ. نستمر بالتقليب لحد ما الشوربة تاخد السمك اللي احنا عايزينه. كده احنا شايفين
الدجاج مع الذرة الحلوة مع الشعرية مع الجزر عاملة شغل تاني. ونخلي بالنا من السمك بتاع الشوربة، لأنها لما بتقعد سمكها بيزيد، بتتقل أول ما بتتغطى بتتقل. زي ما حضراتكم كده شايفين أجمل شوربة بكريمة الدجاج. هنبدأ نجهز للتقديم والشكل الأخير، تابعونا. كده غرفنا أجمل شوربة دجاج بالكريمة وبقطع الدجاج وبالشعرية وكمان بالذرة الحلوة. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك بالقناة وعمل لايك وشير للفيديو. مشاهدتكم.